بسم الله. السلام عليكم سي عبد الورثي، شكرا على استقبال ديال الطاقم التقني ديال الجريده الوطنيه كاس 36. تواصلنا معك اليوم بخصوص الصفحات الفيسبوكيه بارطاجوا واحد الخبر بان السيد الورثي عبد الله ينشق عن حزب الاحرار وينقلب على انس البعناني، اللي اكدت لهم مصادر موثوقه ان عبد الله الورثي قام بالانشقاق على حزب التجمع الوطني للاحرار والذي يقوده وكيل الايحاء انس البعناني، حيث بدا الورثي ومجموعته التفاوض مع احد الاحزاب من اجل تكوين تحالف رئاسه جماعه القنيطره. واش هادشي بصح سي عبد الله؟ شكون هما هاد الاحزاب دابا؟ هادشي بالحقيقه مضحك. مرحبا بكم مره اخرى الاخوه في 46. اش كيقول مثلا كثرت الهم كتضحك يعني هذه مهزله بالحقيقه بكل المقاييس، لان هاد الناس الا بغاو يوصلوا لشي حاجه بالحقيقه ماشي بالضروره بهذه الطريقه ديال خلق نشر الاكاذيب. عاهدنا حنا الكذبه غير في افريل، دابا كيظهر لنا الكذبه ولات عندنا حتى في شتنبر. لا علينا، هذا واحد الموضوع في الحقيقه اللي لا علاقة له بالواقع ومستحيل يوقع على اعتبار الاعتبارات متعددة. ولكن قبل من ندوز لهذه الاعتبارات لابد في البداية أنني نشكر المغاربة بصفة عامة والقنيطريين والقنيطريات بصفة خاصة اللي وضعوا الثقة ديالهم في التجمع الوطني للأحرار وبوؤوه الصدارة الوطنية إن وطنيا أو محليا. وهذه في الحقيقة كيف كانوا كيقولوا شي وحدين هي الشرعيه ديال الصناديق. الشرعيه ديال الصناديق اليوم اصبحت عند التجمع الوطني للاحرار، ولا احد انه يمكن له دابا يزايد في هذا السياق. وكذلك لابد باش ناكد او نشير الاعتزاز ديالنا كتجمعيين بالتكليف ديال صاحب الجلاله نصره الله السيد الرئيس بتشكيل الحكومه، واللي كيمشي في السياق ديال المنهجيه الديمقراطيه ديال الدستور في هذا الاطار، واللي كان دائما صاحب الجلاله حريص على تطبيقها. اما بخصوص هذا الموضوع ما عرفش انا شنو هي الخلفيه ديالو، اولا الا خلق الفتنه والضبابيه لانه شخصيا غادي ندير انشقاق. علاش غندير انشقاق؟ اش غادي نربح من وراء هذا الانشقاق؟ الانسان فاش كيكون كيدير شي حاجه كيكون تضرر من شيء او لا غادي يربح شي حاجه اخرى اللي هي اقوى. انا في وضعي المريح اشتغل مع الاخوان، كنشتغلوا كمجموعه متكامله، والنتيجه ديال العمل ديال اننا كنشتغلوا كمجموعه كانت واضحه للعيان من خلال النتائج اللي حصلنا عليها كامله. انا الوضع ديالي لا يسمح لي بان اكون رئيسا، وانا ما طلبتش اي شيء هذا، لانه في القانون راه اللي غادي يمكن له يترشح للرئاسه الا الوكيل. اذا هذا واحد الموضوع زعما من السذاجه انه ينطالي على شي حد. كذلك هذا الموضوع ديال انني غادي نمشي نقلب على شي كذا، لابد باش نشير هنا اننا حنا كاولا حنا كنقلبوا على الرئاسه، وحنا المواطنين الاراده ديال القنيطريين والقنيطريات هي اللي بوات التجمع الوطني للاحرار، ولذلك حنا راه ما غنقبلوش انه يوقع التحايل على الاراده ديال المواطنين. لذلك حنا نسعى ان الرئاسه تكون عند التجمع الوطني للاحرار. وفي هذا السياق لابد كذلك باش ناكد اننا منفتحون على جميع الحساسيات السياسيه مع استثناء واحد اللي هو اننا منفتحين في مع ناس اللي غادي يمكن لهم غيساهموا معنا في وضع واحد القطيعه مع التدبير السابق اللي دام 12 عام. إذا الطبيعي راه حنا واضح الرؤية ديالنا في هذا السياق هذا، ولذلك حنا راه حنا غاديين في هذا السياق، والحمد لله راه الأمور غادية في الاتجاه السليم. سي عبد الله، كنظن أن هاد الأشخاص هادو مدفوعين من طرف جهة معينة باش يخلقوا هاد الشنآن؟ وهذا راه أي واحد كيمكن له يجاوب على هذا السؤال. أنا ماشي في موقع باش أنا بحال اللي قلت لك
عاملين اش من الربح عندي في هذه العمليه؟ هذا هو السؤال. هذا هنا كيكون الجوهر. وكان انا هذا كيسيء ليا اكثر. ولذلك انا واحد عمليا راه واضح العيان الجهات، شكون الجهات اللي غتربح من هذه العمليه؟ الجهات المتضرره هي اللي باغا تربح من هذا الشيء، اللي تضرات من النتائج ديال الانتخابات، او لا يمكن تكون شي جهات اللي كتسعى لتشتيت العمل اللي كيقوموا به الاخوان المجموعين بقياده الاخ وكيل لائحه الاستاذ انس البوعناني، حتى يتسنى لهم انه يوصلوا للغايات ديالهم. ولكن يمكن لي ناكد لك انه راه ما غيوصلوش لهذ الغايات، لاننا حنا فريق متجانس متكامل كنشتغلوا يعني باريحيه. في الحقيقه انا مرتاح في العمل ديالي، ما كاينش مشكل. لا لا بالعكس انا مرتاح. طبعا اشتغلنا خلال مده ديال 4 شهور، كان واحد الاشتغال اللي هو ايجابي، عطى النتيجه ديالو. وكذلك لابد هنا باش نهني القياده ديال الحزب على العمل اللي قامت به والمجهود اللي قامت به في تدبير هذا المسلسل الانتخابي، لانه راه هو مسلسل. راه في الحقيقه بدا يمكن بدا مع داك الشيء ديال الانتخابات ديال اللجان الثنائيه والمناديب ديال العمال، ومر بعد ذلك داك الشيء ديال الغرف، ووصل الان لهذ المحطه ديال الجماعات والجهات والبرلمان، وغادي في خلال الاسابيع المقبله يدوز المراحل النهائيه، المجالس الاقليميه وكذلك الغرفه الثانيه ديال البرلمان، واللي بينات النتائج ديال هذه المحطات اللي دازت ان العمل اللي دار هو واحد العمل راسين ومتقون وعطى النتائج ديالو ولله. لابد باش ناكد كذلك اننا حنا في التجمع جينا باش نردوا الاعتبار لمدينه القنيطره، نردوا الاعتبار لمدينه القنيطره. ولذلك فاش كنتكلموا على رد الاعتبار كنتكلموا على احداث قطيعه مع التدبير اللي بحال اللي قلت سابقا اللي دام 12 عام. بغينا نسيو القنيطريين والقنيطريات فيما آلت اليه المدينه، لان القنيطريين والقنيطريات كيستحقوا الاحسن، كيستحقوا الاحسن في كل شيء. لذلك غادي يكون الاهتمامات ديالنا مع الشركاء ديالنا مع الحلفاء ديالنا سواء داخل المجلس او خارجه، لاننا غادي حنا كنعتبروا ان العمل ديال المجلس ما غادي يمكن له يؤدي الدور ديالو الا بالتفاعل مع كل ذوي النيات الحسنه سواء داخل المجلس او خارج المجلس من خلال الهيئات ديال المجتمع ديال المدني، من اجل اننا نوصلوا الى واحد البرنامج متوافق عليه قابل للتطبيق، و برنامج اللي كيشمل كل القضايا اللي سبق لينا تكلمنا عليها في الحمله الانتخابيه، وكل القضايا اللي كيعتبروها المواطنين بصفه عامه، وبعض الشرائح بصفه خاصه، وبصفه الشباب، وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصه اللي كانوا مهمشين ومظلومين، وكذلك رد الاعتبار للعمل الجمعوي بإنصاف الجمعيات الجادة والفائلة، ووضع حد لما يمكن أن نعتبره ريحا في هذا المجال واللي كان هو السائد. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.